التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وتواصلنا يستمر في صباح هذا اليوم. هكذا ينطلق شوطنا أيضا السادس في تعداد شواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الأبكار لداع المهجنات الأصايل. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا على مقدمة هذا الشوط تأتي منذ البداية. هذه هي دفرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني الآن تتقدم هذه هي اشتعال لعبد الله بطير بن سهيل العامري، بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث تقدمت الان وتاتي هنا شواهين سلطان بن عبد الله بن سعيد اليعفري، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع هذه تتقدم اللي هي جوده لغانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وهناك اللي الان تتقدم الى الجانب الاخر وتاتينا في هذه اللحظات. هذه مشاهدينا الكرام بشاير لسمو الشيخ خزاعه بن سلطان بن زايد الهيان، احمد بن خلفان بالسايق المزروعي يقودها في تضميرها، وسادس المراكز نوف لحميد بن عبد الله بن سعيد اليابري، وسابع التحديات بنلقى هنا الصايله لسمو الشيخ محمد او لسمو الشيخ مايد بن محمد برايد المكتوم، مع ثاني بن عبيد بن كديده، وثامن التحديات اللي وصلت الان وغيرت. هذه هي مغريه بشعار سمو الشيخ رايد بن حمدان برايد المكتوم ومسري بن سالم العرثي الحميري، وتاسعا تتقدم في مشاهدينا الكرام مثيرة لعبد الله بن سالم بن احمد بن حوتة العامري، وعاشر التحديات في المركز العاشر. هذه مشاهدينا الكرام سارية بشعر محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى التي تسير في ناموس هذا الشوط، وعودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، إلى الصراع، إلى المنافسة في مقدمة الشوط والبداية. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى البداية الأولى، وهناك اللي سيطرت على المقدمة والبداية الأولى شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم يقدم مشاهدينا الكرام، اللي يقدم لنا مشاهدينا الكرام اللي هي دفرة بقيادة مسري بن سالم العرطي الحميري في التضمير، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني هذه هي نوف حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري، بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث هذه هي مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم ومسري بن سالم العرطي الحميري. ابو احمد مشكور ابو احمد على التألق الصباحي المثير، دليل الجاهزية يعد العدة للختام
الايجابيات للمهرجانات، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع هذه الانجازات. نتابع المركز الرابع، والمركز الرابع هنا اشتعال عبد الله بطير بن سهيل العامري، وخامس المراكز شوف لي اللي واصل الان، هذه مثيره. عبد الله بن سالم بن احمد بالحوته يتقدم الان على المركز الخامس، هكذا المراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء. ولكن هنا الغلاف الجوي الاخير ما شاء الله وتبارك الله، شوف الاندفاع، شوف هنا ايضا دفره على المقدمه، ركز يا مسري يا بن سالم يا الحميري مع دفره، روح بالطير واصلنك بالطير، يقدم اشتعال اللي شعلت نار المنافسة، اشتعال تتقدم لعبد الله بالطير بن سهيل العامري. والشوط الى وين؟ الشوط الى وين؟ الله الله، دفرة اشتعال في معركة طاحلة، على شرف الفوز، على شرف الانتصار. هل مسري بن سالم العرض الحميري يضيف النقطة الرابعة، ام هناك بالطير يذهب بها مع اشتعال الى اهالي الهير؟ الله، يا سلام، هي معركة مع الامتار الاخيرة، مع الامتار النهائية، ودفرة يبدو انها تنتزع النقطة الرابعة، وتهدي الخبير مسري بن سالم العرض الحميري. هذا الانجاز، هذا التألق الصباح المثير، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمد برايد المخثوم، مشكور يا ابو احمد مسري بن سالم العرض الحميري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت اشتعال عبد الله بالطير بن سهيل العامري، المركز الثالث كان الوصول من شواهير لسلطان بن عبد الله، سلطان بن عبد الله بن سعيد اليعفري هو اللي احتل المركز الثالث. هكذا هي نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. عودة الى التوقيت الزمني وساعة وصول دفره الى خط النهاية بسبع دقائق و50 ثانية، تهانينا وناموس لسمو الشيخ راشد بن حمد برايد المكتوب.